لاباس عليكم، صحتكم بخير، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. كي دايرين؟ لاباس عليكم، توحشتونا توحشتوناش. المهم كنا جالسين يلا كيف طرنا سالينا. البنات بغاو ينزلوا واحد القصريه هنا، انا كنقولها القصريه ديال الحي محمدي، يعني خلاتها خالتي غير خطفت رجل قريبه هنايا ما بعيداش، قالت لي عطيني انا جليبيه الغوز بارده وخفيفه ظريفه. عطاتني اختي جليبيه، قالت لها بلا ما تعطيني العبايه، العبايه كنحس بها بحال الصهد برا برا، الصهد الصهد الصهد، عرفتي ما تخرجيش، كنحس بها تمصلي غير الصهد مع الكحل كيمص الصهد، وزويف خفيف ظريف. المهم نهبط معاهم ان شاء الله. كتعرفوني من نهار جيت، يمكن دابا راه جيت شحال ما شفت الزنقه ولا عتبت، ما خرجت ابدا. هذه اول خرجه ليا نخرج منها، باغا نشوف واحد الفحص باغا نديرو، باغا نقلب على واحد الفحص ضروري. من انا بغي نرجع لابو ظبي ان شاء الله، خاصني ضروري ندير الفحص ديال الكورونا، ما يمكنش ندخل لابو ظبي بلا ما الفحص، ضروري نمشي نشوفو حتى هو. والمهم انا نازله، علاش نازله عاوتاني لتحت؟ المهم نزلت تحت الطوموبيل ونكمل معاكم الفيديو ان شاء الله بلا ما نقال هنا. عرفتي ملي كتدخل الطوموبيل بحال داخل الفران، ما كتكون محطوطه باش ما عاودش ليك. ودابا طلقت لينا داك المكيف فيه البرد سخون. المهم حنا خرجنا البنات، عرفتي مع ما خرجت من شحال هادي كتجيني الزنقه في شكل الشوارع، كيجوني في شكل شي 10 ايام دابا مع 12 يوم ما خرجت. لا هما ها هي وهما اليوم لاور كتحدد لينا في السلطان. المهم قلت لكم البنات فين غادي، غادي ديك القصريه اللي قلت لك، القصريه بحال ديال الحي محمدي. اختي مريم بغات تشري اختي مونيا قلت لكم خفت خطبات داكشي، بغات تشري لها الكادو ديال الخطوبه داكشي، مع قربت اختي تنزل من شحال هادي ما نزلت المغرب، يمكن شي 3 سنين هادي سنين ونص زيادة، نزلتي سنين ونص شي 3 سنين. وهذا مني ولدت وليداتها مازال الوالدة والوالد مساكن ما شافوا لا سلطان لا بنيتها، يعني مازال ما شافوهمش. كتعرفوا كانت هي كتقول دابا هذا العام نزل، هذا العام هذا العام العوام طاروا وجات هذا المرض ديال الكورونا عاوتاني خرب كل شيء، وبقات مسكينة ما نزلتش. والمهم دابا غنمشيو نشوفوا لها، بغات تشوف لها شي حاجة ديال الذهب عند الذهبية، وأنا واخداكم معايا في هذا الجولة ديال اليوم. صورنا لكم شوية باش تشوفوا تسقيو عويناتكم، كاين اللي بقى نعطيكم ضربة وليكم في وجهي وفي وجهي. شوفوا البحيرة اللي هنايا على مزينات هاد البحيرة، هي الشارقة الشارقة في الزحام على أبو ظبي. دابا كتبان لكم خاوية حيت هاد الوقيتة كتكون خاوية ياك، هاد الوقيتة كتكون تواح كتكون ديما مرة الزحام. أما دابا وقتي مع الوقيتات وقيتة الستة بقيت الستة ولا السبعة وداكشي، أنا كيبان ليا كيبان هذا الشيء عامر الطريق ما تلقايش فين دوزي. المهم حنا خرجنا في هذه القيطة ما كاين حد، كيكون مازال خاوية الدنيا. ها انتم شوفوا هاي لها هما هنايا. السلام عليكم، لاباس عليكم، حاطة شي لك ماشي مشكل، شادة شادة بين الطريق. ها انتم شوفوا البنات هذه هي الشارقة كنوريهم. ايوا شحال من مره كيقول لي ياك ملي تمشي شي بلاصه ما بقاش قالبه لينا على وجهك، دوري لينا حتى حنا نشوفو نسقيو عويناتنا معاك، احنا دورنا ليكم. وصلنا للسويق، حنا وصلنا للقيصريه البنات، المهم غادي كنتمشاو كيضربنا في الغربي، ويا اين غربي كاين، ما كاين حتى غربي، الغربي سخون وصافي. المهم ضروري تمشي تمشي بلا رجلك واحد شويه حتى تلقاي الماء. الله يقبل. وصلنا عند المحل ديال التب، عرفتي البراسليات، واحد ينس واحد ينسي في الاخر. شوفوا لا يجي معاه ما براسليات على مزياناتهم. هذا البلاس، هذا البلاس هو كارسير. الدبليش كارسير كان كيعجبها بزاف،
كانوا عاجبنا كيجيو ثلاثه زوينين في الليت ولكن غاليين. شوفوا هذا المسيمير مع هذاك زوين. المهم هادو اللي كيديروا البنيتات بحال اختي مونيا كتبغي بحال هادشي خفيف ما كتبغيش داك الدبلجة. قول لي كتبغيش الدبلجات الكبار وداكشي كتبغي بحال هادشي بريسلات صغار. يلا رجعنا صافي خدينا داكشي خدات اختي داكشي اللي باغات تاخذ الكادو تمشي للدار ونصوروا لكم. دينا معنا سلطان عرفتي هرب ليا فيك الدروج متحرك عرفتي ما خلاناش كاع نعزلو على خاطرنا ما خلاش مو كاع تعزل حتى ولينا غادي نخرجينو جايين نجيو للطوموبيل عرفتي شديتو عبزتو وكيغوت يغوت يغوت ربي اللي خلقو ديال بعينا ديك القيصر هي كلها كيشوفو فينا كيسحبو لينا خاونا الدري ولا شافرة عرفتي مبغاش يسكت اوف عركت عركت عرفتي جايه معبزه هرب ليا من هنا هرب ليا من هنا ومو كتاوى مع الذهبي قلت لها مشي عند واحد اخر شويه قلت لها صافي خذي ما بقينا مشي عند واحد اخر لا والو خذي من عند هذا مبغاش يجلس بسلامتو حركي بزاف. المهم دابا نزلو هنايا واحد الحانوت كياخذوا شي حاجه خاصهم كيتغداو شويه اتاي وداكشي مابقاش عندهم غتاخذ هي شويه الخضره والقرعه. المهم انا بقيت في الطوموبيله حاضيه هاد الوريده اللور ما نزلو معاهم سلايطين هادي ما قدوش ينزلوها قالوا لي بقاي في الطوموبيل قلت نبقى في الطوموبيل تيجيبوا داك التقديه ونرجعوا للدار. يلا وصلنا للدار بدلت حوايجي لبست البيجامه اختي مريم حطت الخضره تما يلا غنبداو نردو الغدا حيت كما قلت لكم فطرنا وخرجنا باقي ما تغديناش غنديروا شويه الكسكسو بالبلبوله والقديده هذه المره. قالت لي لا كثرنا من الكسكسو بالسميده قلت لها درينا الكسكسو بالقديد والبلبوله والفول والخضره والقديد كيجي زوين تاهو شحال هادي ما شحال هادي ما كليتو. المهم بورد بواحد العصير البنات درت شي واحد شي ربعه القديدات وزادت تعاونت باللحم ودارت بصيله ومطيشه راكم عارفين كيف كينجبير البزار الخرقوم مليحه ومعلقه السمن وغتسد عليه القديد واللحم باش يطيب هو الاول عاد من بعد عاد باش تزيد الخضره. نسيت ما وريتكمش الكادو اللي خدات اختي نمشي نوريه لكم خلينا نجلس. ملي كنخرج برا وكندخل كنحس براسي بحال بحال باقا ما جمعش انفاسي بحال كنهج. هذا هو الكادو حبايبي اللي خدات مريم اختي المونيا بمناسبه الخطوبه والعرس وكل شيء يعني كادو واحد هو هذا ملي غتكون نازله ان شاء الله غتنزلوا ليها. خدات ليها بريس براسلي يعني خفيف وصغير تعمر بايديها هو هذا معش مشدود عليه الكاميرا مزيان ولا لا. انا ايدي البنات كيقولوا لي بعد ما كنشوفوا ايدك ملي كتشدي شي حاجه ملي كتبغي تشدي شي حاجه كتبقى تقفق كتقفق في يدك. انا ايدي راه بنات ما كتزقاش بلاتي ندور الكاميرا بلاتي دورت لكم الكاميرا اللي عندي. شوفوا ايدي ما كتزقاش ايدي انا هادشي مني كنت في المغرب كتبقى تقفقف يعني ما كتزقاش بلاصتها مازال كان قال لي واحد الطبيب كنت مشيت عنده مشيت ندوز عليه شي حاجه اخرى وشاف ايدي شاف ايدي كترعد قال لي علاش ايدك ما كترعد ما كتوقفش يعني ما كتبقاش ثابته. قلت ليه ما عرفت قال لي خاصك تمشي تشوفي الطبيب ديال الاعصاب. والله العظيم عمري ما مشيت عند طبيب ديال الاعصاب باش نشوفو على هذا الشكل حيت شنقول لكم حيت شحال مره الدريات كيتلاحظوها فيا كيقول لي نهار كتكوني شاده شي حاجه ولا بغات تصور لينا شي حاجه يدك كتبقى تقفقف بوحدها. ما عرفتش من الاعصاب ولا مناش عمري ما مشيت دوزت. المهم دمش موضوعنا. كنت قلت لكم الوالدين بصراحه انا جيت 7 شهور دابا من المغرب 7 شهور يمكن توحشت الوالدين بصراحه الوالدين. شوفوا ولا كنتو ساكنه في البنت اللي كانت ساكنه في اكادير والدها ساكن في كازا راه كتوحشهم بزاف. ما ادراك الواحد كيكون قاطع البحور يعني ماشي كيشوفهمش من سنه لسنتين 3 سنين. دابا راه اختي 3 سنين مسكينه وتوحشتهم بزاف وقلت لها صافي نزلي شوفيهم. كانت بغات تخلي الازمه باش تحيد قلت لها نزلي شوفيهم ونيت تشوف اختي الصغيره وهذا. شنو نقول لكم الله يلاقيكم بوالديكم في الساعه ديال الخير وتلاقاهم بصحه جيده يعني تلاقاهم مزيان حيت الوالدين كتغيبي عليهم عام عامين والله العظيم كتجي كتلقايهم مغير من ديك الصوره اللي خليتيهم فيها. واللي اللي عند والدي الله يخليهم ليه. وهذه هذه الدنيا بحال هكا دايره حتى واحد ما لقاها كما بغاها يعني اي واحد اي واحد ضروري خاص عنده شي حاجه ناقصه كتكون ضروري عنده شي حاجه ناقصه. المهم شنو نقول لكم حبايبي هذا هو هذا هو الكادو شاركته معاكم. ها هي القصريه وجدات ديال البلبوله وبالقديد وشويه اللحم الخضيره هي هذه الله يعطيها الصحه مريم مسكينه جات صوبتها.
المهم حنايا دابا يلا غنتغداو ونخليكم كيف العاده اللي كتوحم تسمح لينا. المهم سالينا حبايبي الغداء تغدينا سالينا عرفتي، جا واحد الكسكسو واعر ما شهيتكم فيه، جا معتبر مع القديد وداكشي كتعرفوا القديد كيطلق المذاق ديالو كيجي واعر، اي حاجه درتي فيها القديد كتجي معتبره. المهم انا كثرت من القديد صافي ما بان ليا غير هاد البلايصه ضركنا شديتها، بان ليا انا غنتك واحد شويه حيت الواحد ملي كيخرج ويجي ويدور من هنا ويدور من هنا ويتغدى خصوصا كسكسو ثقيل صافي ما كيبقاش يشوف قدامه. المهم حبايبي هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده، تسناونا في فيديو قادم باذن الله. مع السلامه حبايبي.